حقيقة نحن أردنا نوصل رسالة أنه عيد نيروز لا يرتبط فقط بالكرد، هو عيد ممكن يكون لمكونات السورية، لأنه العلاقة بالحرية والاستقلال. فنحن حالياً عم نحاول أنه يكون مستقبلاً لما ننتصر على الطاغية بشار وسقاط النظام، وقتها بيكون فعلاً عيد لكل السوريين، لأنه رح يحقق رغبتنا في الحرية والكرامة. الشهيد مشعل تمبو، هذا الرجل الذي وقف بوجه الطغيان وتكلم الحقيقة ولم يخش جيشاً ولا أمناً، وناصر شعبه وتكلم كلمة الحق ودفع ثمنها غالياً دون أن يتراجع. هي أول سنة نحن بنحتفل فيه بنيروز كعيد رسمي بسوريا الحرة. طبعاً قبل كان فيه 21 عطلة لكن تحت مسمى عيد الأم. هذا إنجاز أعتقده كبير كتير، ونحن إن شاء الله إن شاء الله السنين القادمة رح نحتفل بأشكال وألوان أزهى وأبدع. وحابب أقول ججنا نوروزي الحمي قالي سوريا بيروزبة، كل عام وكل شعب السوري كل حر كل ثوري بألف خير. هلا شعوري كتير حلو ما بينوصف بصراحة، لأنه بعد هالثلاث سنين قدرنا نحتفل وقدرنا إنه نثبت إنه لسه نحن عنا عيد نيروز، عيد الحرية، عيد اللي بيجمعنا يعني كأيد وحدة. طبعا نحن دائما أيد وحدة.